عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا افتراضيا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة. وأكد مدبولي حرص مصر على تشجيع الاستثمارات، لافتا إلى أن الأولوية الرئيسية للدولة هي توفير الحلول للتحديات التي تواجه المستثمرين وفي أقرب وقت ممكن، بما يجعل الاستثمار سهلا وذا عائد مجز. وأشار مدبولي إلى أن تطوير ورفع كفاءة أداء أسواق المال وتعزيز مستويات الشفافية يمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة لمصر. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة ببرنامج الطروحات المعلن عنه لعدد من الحصص في الأصول المملوكة للدولة كالتزام رئيسي تستهدف من خلاله زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف كمال ريان، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا بك أستاذ كمال. تحياتي لحضرتك يا أستاذة إيمان والسادة المشاهدين قناة دي إم سي. أولا إطلاعا على المزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الافتراضي الذي عقده رئيس الوزراء مع أكثر من 200 مستثمر يمثلون 110 شركات، أهم ما دار في هذا الاجتماع. الحقيقه حوار رئيس الوزراء مع اكثر من 200 مستثمر من مختلف انحاء العالم بياتي في اطار تشجيع الاستثمار اللي بيعتبر اولويه رئيسيه من اولويات الدوله المصريه حاليا. الحقيقه عندما نتحدث عن تشجيع الاستثمار، تشجيع الاستثمار يعني المزيد من الانتاج، يعني توفير المنتجات محليا باسعار مخفضه، لان طبعا الاستيراد بيرفع تكلفه السلع واسعارها، لكن طبعا الاعتماد على المنتج المحلي يعني تخفيض اسعار السلع وتخفيف العبء عن الاحتياجات من النقد الأجنبي، وأيضا زيادة التصدير مما يعزز من موارد النقد الأجنبي ويعزز من قوة الجنيه المصري. بالإضافة طبعا إلى أن تشجيع الاستثمار يعني المزيد من المصانع والشركات التي توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب. الحقيقة رئيس الوزراء في هذا اللقاء كانت هناك عدة رسائل هامة أكد عليها. الرسالة الأولى أن الدولة تبذل كل الجهود لتشجيع الاستثمار استنادا لنجاح السياسات الإصلاحية اللي تحققت أبرز ملامح هذا النجاح وتوافر النقد الأجنبي، ولم تعد هناك مشكلة أبدا في توافر النقد الأجنبي اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع بكامل طاقتها. الرسالة الثانية أن الدولة مستمرة في إجراءات الإصلاح المالي بعد نجاح إجراءات الإصلاح النقدي في تحقيق الاستقرار في أسواق النقد وتوافر العملات الأجنبية. كانت هناك أيضا تأكيد من رئيس الوزراء على الدعم الكامل للقطاع الخاص من خلال إتاحة الفرصة له أو إتاحة المجال واسعا أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية، ومن خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الذي يتيح الفرصة للقطاع الخاص في تطوير الشركات المصرية. كان هناك تأكيد أيضا من رئيس الوزراء أن مصر تستهدف الوصول إلى معدل نمو من 7 إلى 8% سنويا مع الحفاظ عليه بشكل مستدام، وأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد ذات فائدة كبيرة لمصر. كمان كان في تأكيد من رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، وأنه على استعداد دائم للقاء أي مستثمر والاستماع لأي مشكلات تواجه المستثمرين. الحقيقة هذا اللقاء بيأتي في إطار الاستعداد أيضا للمؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي. إن شاء الله هذا المؤتمر سيعقد يومي 29 و30 يونيو، وسيتم طرح كل فرص الاستثمار المتاحة في مصر والتي توفر فرص كبيرة للاستثمارات الأجنبية. إزاء هذه الطروحات التي قدمتها الحكومة المصرية، كيف يعني تفاعل المستثمرون الأجانب؟ الحقيقة كان في تفاعل كبير من المستثمرين الأجانب، بداية طبعا عندما نتحدث عن 200 مستثمر من مختلف دول العالم بيشاركوا في هذا اللقاء الافتراضي، فده بالتأكيد طبعا يؤكد اهتمام هذا القدر من المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر. في متابعة قوية من المستثمرين الأجانب للإصلاحات اللي بتتم في مصر. تقارير المؤسسات الدولية اللي بتعتبر مؤشر مهم للاستثمار كلها بتؤكد على النمو الكبير الذي يحققه الاقتصاد المصري وعلى نجاح سياسات الإصلاح التي تمت في مصر وعلى الفرص الكبيره للاستثمار. المستثمرين من خلال حوارهم مع رئيس الوزراء اكدوا اهتمامهم الكبير بالاستثمار في مصر وعلى مشاركتهم في يعني كل الفعاليات اللي تعقد ومن ضمنها مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الاوروبي. الحقيقه مصر فيها فرص واعده للاستثمار خاصه في مجالات الزراعه والصناعه وتكنولوجيا المعلومات والسياحه ايضا، فالحقيقه فرص كبيره للاستثمار في مصر خاصه طبعا بعد نجاح سياسات الاصلاح النقدي والمضي الحكومي
في سياسات الإصلاح المالي من خلال سياسات ضريبية مستقرة وواضحة وشفافة. فالحقيقة يعني المستثمرين أكدوا كلهم حرصهم على الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا أستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.